السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أبو سعد من شركة الشرق الأوسط للطاقة الشمسية. سنعرض في هذا الفيديو شرح سريع ومبسط لإنفرترات الغاطسات، وسنختار هنا إنفرتر من نوع يوسفول، كونه إنفرتر معروف وجيد لا بأس به. وينطبق هذا الشرح أيضا بنسبة كبيرة على معظم إنفرترات VFD الأخرى الموجودة في الأسواق، مع اختلاف بسيط بترتيب خيارات الضبط البارامترات بين نوع وآخر، كون يعني الإنفرترات كلها هي إنفرترات تسمى VFD، فالهدف منها واحد وطريقة العمل واحدة، مع اختلاف بتوزيع وترتيب وأحيانا مزايا طفيفة بين انفرتر وآخر، وطبعا الجودة تختلف من انفرتر لآخر. بالنسبة لانفرترات الغاطسات، هي تشبه تماما كبنية هاردوير الانفرترات الصناعية المعروفة، يعني الاختلاف يكمن فقط في السوفتوير أو البرمجة، أي البرمجة التي تجعل الانفرتر يقبل التعامل مع الألواح الشمسية، غير الانفرترات الصناعية التي تأتيها تغذية مستقرة نوعا ما من المولدة. هنا الألواح الانفرتر يأخذ من الألواح، والألواح تتعرض للغيوم وتتعرض لعدة عوامل تخفض الجهد وتخفض التيار القادم من الألواح. تسمى هذه الخوارزمية أو البرمجية التي تتعامل مع الألواح الشمسية بخوارزمية الـ MPPT، أي أن الانفرتر يتدرج بتعديل التردد والفولت وبالتالي التيار ليضمن الحصول على أعلى قدرة لهذه المنظومة وفق الإمكانية الممكنة، يعني لا نقول أعلى قدرة للألواح الشمسية لأن ذلك يحتاج تقنيات أعلى قليلا غير متوفرة في إنفرترات الـ VFD مثل الباك كونفرتر الذي يخفض الجهد ويرفع التيار، في حين أن إنفرترات VFD لا ترفع ولا تخفض على مستوى الـ DC، إنما فقط تقوم بتعديل عرض النبضة لإشارة التردد العالي الحامل للإشارة الجيبية، وكذلك تعديل الإشارة الجيبية المنخفضة التردد من 0 حتى 50 أو من 0 ل 60 هرتز أحيانا. بالخلاصة من الأحسن نقول أن وظيفة الإنفرترات أو وظيفة ميزة الـ MPPT بإنفرترات الغاطسات هي تأمين أعلى سرعة دوران للغاطسة، وبالتالي أعلى نسبة تصريف للمياه عند قدرة شمسية المعينة، يعني قدرة شمسية معينة القادمة من مصفوفة الألواح الشمسية أو مصفوفات الألواح الشمسية. هذا هو شكل الواجهة الرئيسية للإنفرتر. نقوم ببرمجة الإنفرتر باستخدام زر البرمجة البروجرام، والتشغيل زر الران والإيقاف من زر الستوب، وهذا الزر نستطيع برمجته بعدة وظائف، الأسهم لأعلى والأسفل لتقليب الخيارات وتغيير القيم، وهنا زر الانتر لتثبيت القيمة في حال البرمجة سنقوم بشرحها مفصلا، وهنا زر الشيفت لتغيير الخانة أثناء تغيير البارامترات أو قيم البارامترات. بالنسبة لمداخل ومخارج الانفرتر، نقوم بتغذية الانفرتر بالألواح الشمسية من المدخلين الأساسيين الموجب والسالب، هنا مدخل الموجب وهنا مدخل السالب، وخج الانفرتر لتغذية المحرك من هنا الـ U والـ V والـ W، في حال تم عكس قطبين يدور المحرك بشكل متعاكس، الأمر معروف لجميع الفنيين، وهنا في حال أردنا التغذية من المولد الـ R والـ S والـ T، وهذا الخط للتأريض. هذه لوحة التحكم في حال أردنا إضافة مداخل تحكم خارجية، أو بالنسبة للتردد أو بالنسبة للتشغيل والإطفاء وعدة خيارات أخرى سنأتي على شرحها إن شاء الله. نستطيع الحصول على معلومات أو مواصفات الإنفرتر من اللصاقة الجانبية. نبدأ هنا باسم الشركة أو اسم المنتج اليوسفول، الموديل FU9000SI وموديل الاستطاعة، وهنا استطاعة الخرج 7.5 كيلو واط أي 10 حصان، لكن ننصح دوما بأن يكون محرك الغاطسة أقل من القيمة الإسمية للمحرك، يعني 7.5 حصان قيمة منطقية، بحيث يكون الانفرتر مرتاح ب 25 أو 30%. بالنسبة للإنبوت الدخل تغذية الإنفرتر، يعني سواء دخل الدي سي من الألواح الشمسية أو دخل المولدة، بالنسبة لدخل الدي سي يبدأ من 250 فولت حتى 800 فولت دي سي مستمر. طبعا هنا سنتحدث قليلا عن دخل الدي سي، في حال تغذية الإنفرتر ب 250 دي سي لا يمكن أن نحصل في الخارج على 380 متناوب،
ال 250 تعني ان الانفرتر يبدا الاخلاء عند ال 250، دارة الانفرتر وتخريج الانفرتر يبدا عند ال 250 فولت مستمر، لكن في حال قمنا بتغذيته ب 250 فولت مستمر ربما لن يعطي اكثر من 180-190 فولت على الخارج. حتى يعطي الانفرتر 380 فولت بشكل نظامي يجب ان نغذي الانفرتر باكثر من 530 او حتى 540 فولت دي سي. في حال قمنا مثلا بتغذية الانفرتر ب 400 فولت مستمر ربما لن نحصل على الخرج بين الفاز والفاز اكثر من 280 ل 290 فولت متناوب. فالانفرتر انفرترات الفي اف دي بشكل عام لا تقوم برفع الجهد نهائيا، فقط تحول الاشاره المستمره الى اشاره متناوبه ثلاثيه الطور. بالنسبه للمجال الاعظم 1800 فولت وهو مجال منطقي نوعا ما بالنسبه للاستعمال الشمسي للالواح، لان الالواح الانفرترات لان الالواح تأتي بنطاقين للجهد. النطاق الأول هو جهد العمل، جهد العمل يتراوح مثلا بالنسبة لألواح ال 60 خلية على سبيل المثال من 30 حتى 31 أو أحيانا 32 فولت، بينما يأتي جهد الدارة المفتوحة أو جهد اللاحمل من 37 وحتى 38 فولت. فعلى سبيل المثال مصفوفة من 21 لوح 60 خلية تعطي في حالة الحمل إذا قلنا 30 فولت ضرب 20 21 تعطي 630 فولت دي سي، لكن في حالة اللا حمل وكان الإشعاع الشمسي جيد نوعا ما يصل جهد الألواح إذا قلنا 37 ضرب 20 21 يصل حتى 777 فولت مستمر، وهي القيمة تقترب من 800. لذلك نحتاج انفرتر بجهد مرتفع لحماية الانفرتر أو حماية مكثفات الانفرتر. بعض الفنيين او بعض ورشات التركيب تطلب انفرترات بجهود مرتفعه حتى 900 فولت، والسبب ان بعض الالواح المستعمله في الاسواق تاتي بجهد حمل متراجع جدا، يعني بعد استعمال لوح 6 سنوات او 7 سنوات على سبيل المثال بالنسبه للوح ال 60 خليه بدل ان يكون جهد الحمل 30 فولت او 31 ياتي جهد الحمل 23 او 24 فولت. بنفس الوقت يكون جهد الداره المفتوحه مرتفع، يعني لم يتغير قليلا، ربما انخفض من ال 37 حتى ال 35، يعني اختلاف الجهد اللاحمل او الفي او سي 2 فولت بينما اختلاف جهد الحمل يصل حتى 5 او 6 فولت بسبب استهلاك اللوح. فيأتي الفني عندما يركب يضطر لإضافة سلسلة طويلة تتجاوز ال 22 23 حتى 24 لوح بحيث عند الحمل لا ينخفض الجهد، لكن بنفس الوقت في حال فصل الحمل يقفز جهد اللاحمل لدرجة كبيرة ويتجاوز 800 فولت. في حال استعمال الانفرتر 800 فولت قد يعطب المكثفات أو يتضرر الانفرتر. لكن بالنسبة للألواح النظامية أو الجديدة أو النوع الأول لا، ما في حاجة لأكثر من 800 فولت نهائيا، والاستندارات العالمية للانفرترات الصناعية وانفرترات الغاطسات منطقي جدا أن يكون 800 فولت وتحت، لأنه ارتفاع الفولت غالبا يعني بأكثر الأحيان يكون في هدر، لأن الانفرترات لا تعوض الفولت الزائد بتيار. فننصح دوما بوضع فولت منطقي يعني بحدود الـ VOC يعني بحدود 700-750 بحيث يكون إضافة الألواح لزيادة السلاسل عدد السلاسل أفضل من زيادة الألواح لزيادة الفولت. بالنسبة لدخل الـ AC دخل المتناوب الثلاثة فاز 380 زائد ناقص 15% حتى 440 فولت متناوب، تيار الدخل حتى 25 أمبير والتردد الدخل من 47 حتى 63 هرتز. الخرج جهد الخرج المتناوب 3 فاز من الصفر حتى الجهد المدخل، والتردد نستطيع ضبطه من الصفر حتى 400 هرتز، لكن استعمالاتنا نحن من ربما نحتاجه من 15 أو 20 هرتز حتى 50 أو 60 أحيانا. هنا نقطة مهمة، الاي بي 20 هي نظام حماية الانفرتر من العوامل الجوية. اي بي 20 يعتبر انفرتر يعني ضعيف الحماية، توفر بعض الانفرترات بنظام حماية اي بي 65 يقاوم العوامل الجوية كالمياه او الغبار او الرطوبة، لكن السعر يكون اكثر قليلا. هذه بالنسبة للصاقة الانفرتر والمعلومات الرئيسية للانفرتر.
سنقوم الآن بتغذية الانفرتر بجهد مستمر بحدود ال 530 فولت دي سي، وذلك عن طريق قاطع دي سي مجاله 1000 فولت. هناك ميزة في انفرترات اليوسفول واعتقد الانفيت، انه عندما نقوم بتغذية الانفرتر نلاحظ ليد اللوكال ريموت يقوم بالوميض، وهنا يقوم بتحقق من قيم جهد الدخل للألواح الشمسية، وفي حال القيم سليمة يقوم بالإقلاع الآلي للمحرك دون الحاجة لضغط زر الرن. نلاحظ الآن كيف سيقوم بالإقلاع التدريجي ابتداء من 0 هرتز وحتى 50 هرتز. الآن الانفرتر وصل جهد 50 هرتز. هذا الليد هو دليل أن الانفرتر في حالة العمل، وهذا الليد هو للهرتز، يعني أن الشاشة الآن تقوم بعرض قراءة الهرتز. لقراءة المواصفات أو المعطيات الأخرى نقوم بالتقليب بزر الشيفت. الآن الفولت 530، الجهد المستمر على الدخل 530 فولت. التيار المسحوب من الفاز الواحد 1.9 امبير. طبعا هنا المحرك صغير لسهولة التجربة، لا يتعدى 2 حصان ويعمل على فراغ. بالنسبة للدورة هنا لا نستطيع الاعتماد عليها بسبب عدم ربط الانكودر. نعيد هنا جهد الدخل، وهنا جهد الخارج 379-380 فولت المتناوب بين الفاز والفاز، بين الطور والطور، يعني بين اليو والفي، والفي والدبليو 380 فولت، وبين الدبليو واليو ايضا 380 فولت. لايقاف التشغيل نضغط زر ستوب. نلاحظ ان الايقاف ايضا تدريجي، وهذا ما يعطي حماية للمحرك، حماية ميكانيكية. في حال أردنا التشغيل عن طريق زر الرن نضغط الزر، نلاحظ أن الانفرتر لا يعمل ولا يدور المحرك، وذلك بسبب أن ميزة التشغيل الأوتوماتيكي مفعلة. لإيقاف هذه الميزة نضغط زر الكويك، نلاحظ توقف الليد هنا عن الوميض. الآن يستجيب لزر الرن ويدور المحرك. نلاحظ نقوم بإيقاف التشغيل الآن. الآن المكثفات مشحونة للإنفرتر، ويجب الانتباه من هذا الأمر. الآن قمنا بإطفاء الإنفرتر. سنقوم الآن بشرح البارامترات الأساسية التي يحتاج لها الفني عند تركيب الانفرتر. طبعا البارامترات المبسطة، لن نغوص في البارامترات المعقدة. المجموعة الأولى التي نحتاج ضبطها عند تركيب المنظومة هي بارامترات المحرك، التي تحدد مواصفات المحرك من حيث الجهد والتيار والتردد، وهي المجموعة B2. نعيد الدخول من البداية. الآن نحن في الصفحة الرئيسية، نضغط زر البروجرام، نكون في المجموعة 0. نذهب إلى المجموعة رقم 2 عن طريق الأسهم، هي مجموعة بارامترات المحرك. للدخول للمجموعة رقم 2 نضغط زر الانتر. الآن نحن ضمن المجموعة 2، وهي مجموعة بارامترات أو خيارات المحرك، وهذه المجموعة تتألف من عدة بارامترات تبدأ من 0 وصعودا.
البارامتر الأول رقم واحد نضغط عليه بالإنتر للدخول هو استطاعة المحرك، وهي استطاعة الإنفرتر الإسمية 7.5 كيلووات. مثلا كان عندنا إنفرتر، كان عندنا غطاسة استطاعتها 5.5 حصان، هي 4 كيلووات. نقوم بضبط هذه القيمة على 4 كيلووات، بحيث أي حمولة زائدة يفهمها الإنفرتر على أنها حمل زائد ويعطي رسالة خطأ، وذلك لحماية الإنفرتر. نقوم بتقليب الخانات عن طريق زر الشيفت. الأمر بسيط، ونثبت القيمة بزر انتر. الآن يحولنا للخيار التالي، وهو الخيار الثاني من مجموعة البارامترات الثانية، وهي مجموعة بارامترات المحرك. بالنسبة للخيار الثاني نضغط انتر، وهو تردد الانفرتر، تردد عمل المحرك 50 هرتز. نستطيع تغيير هذه القيمة بحسب التردد المطلوب، نترك على 50. الخيار الثالث، البارامتر الثالث، هو بارامتر عدد دورات المحرك. هذا نحتاجه في حال وصل انكودر يقوم بعد الدورات المحرك والتحكم بتغذية المحرك على أساس الدورة. نتركه، هذا لا حاجة لضبطه. البارامتر الرابع وهو جهد المحرك. بعض الغطاسات يقوم تغذيتها ب 390 أو 400. الآن على سبيل المثال سنقوم بتغذية الانفرتر ب 400 فولت، ب 400 فولت. نثبت القيمة. البارامتر الخامس في مجموعة ضبط المحرك هو للتيار. في انفرترات اليوسفول بمجرد ضبط الاستطاعة يقوم بإعطاء تيار مناسب للمحرك. نحن ضبطنا الاستطاعة ب 4 كيلووات، والتيار المناسب لها هو 8.8 أمبير للفاز الواحد. في حال كان هناك قيم أخرى نحتاج، ممكن أن نعدل بالتيار، نزيد أو ننقص. هذه بارامترات المحرك الأساسية المطلوب ضبطها. الآن سنقوم بشرح مجموعة بارامترات أخرى بعد بارامترات المحرك، يحتاج أيضا المستهلك أو الفني لضبطها. طبعا الشرح هنا للبارامترات الرئيسية المبسطة، هناك بارامترات يعني يستحسن أن يقوم مختصين بضبطها. موجود كامل البارامترات في اليوزر مانوال الخاص بالإنفرتر، وربما في شروحات قادمة سنقوم بالتفصيل أكثر بكافة خيارات الإنفرتر، لكن الآن نكتفي بالرئيسيات أو التي يحتاجها المستهلك لضبط بعض القيم. المجموعة الثانية من البارامترات وهي بارامترات الخاصة بعمل الغاطسة أو العمل الشمسي، وهي ضمن المجموعة بي 15. البارامتر الخامس من المجموعة بي 15 هو يحدد التردد الأقل المسموح للغاطسة العمل عنده. طبعا تحدد هذه القيمة عوامل كثيرة كنوع الغاطسة، المراوح الغاطسة، عدد البروانات، عمق البئر، وجه الماء، يعني هناك عوامل كثيرة تحدد قيمة هذا التردد. يعني بعض الغاطسات التي تعمل على أعماق بسيطة 50 إلى 60 متر قد تقوم بتخريج المياه عند 20 هرتز. بعض الغاطسات التي تكون بأعماق تتجاوز 200 متر، مجرد نزول التردد في حال ضعف الشمس حتى 44 هرتز أو 43 هرتز تنقطع المياه تماما. فالموضوع يحتاج للتجربة يعني عند تركيب كل غاطسة. بكل الأحوال فإن القيمة المعروضة على الشاشة هنا هي قيمة النسبة المئوية للتردد. نسبة مئوية من 50، يعني 20 هي 10 هرتز، 30 هي 15 هرتز، وهي نسبة قليلة، لكن بعض الغاطسات تعمل عند هذه القيم. يفضل أن نعتمد على التجربة. مثلا الغاطس انقطعت المياه عند تردد لنفرض 30، نقوم بضبط التردد عند 32 للأمان، لأن دوران المحرك بدون تصريف مياه يسبب حرارة زائدة في ملفات المحرك وقد يعرضه للعطل. البارامتر الآخر هو بارامتر المتعلق بموضوع الدمج مع المولد، وهو ضمن الخيار
بي 15 32. القيمة 2 تعني أن الإنفرتر يأخذ تغذية فقط من الألواح الشمسية فقط. القيمة 1 وهي التبديل بين المولد والألواح الشمسية، مدخل المولد والألواح الشمسية، بحيث يقوم بتعويض النقص بالألواح الشمسية من المولد. والخيار 0 يعني أن الإنفرتر فقط سيعمل من دخل المولد. القيمة 2 الإنفرتر يعمل فقط من الألواح الشمسية. القيمة 1 يقوم بعملية الدمج بين المولد والألواح الشمسية، والصفر يعمل فقط من المولد. في حال التغيير اليومي ولعدم دخول البارامترات، هناك طريقة أخرى عن طريق مداخل التحكم، وهو وصل الاس 1 بالكم. مجرد وصل هذه النقطة بهذه النقطة عن طريق قاطع أو سويتش أو أي شيء، يقوم الإنفرتر بالتعامل مع المولدة والألواح بنظام الدمج، وكأننا ضبطنا الخيار على القيمة 1. نثبت القيمة على 2 الألواح فقط، بإنتر. وهكذا نكون قد تحدثنا عن البارامترات الأساسية التي لابد من ضبطها عند تركيب الإنفرتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نلقاكم في شروحات أخرى إن شاء الله. السلام عليكم.